يتفضل سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله، فيشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سمو حفظه الله، والتي ستقام في تمام الساعة 6 من مساء يوم غد الاثنين 15 من رجب لعام 1444 من الهجرة، الموافق 6 من فبراير 2023 ميلادي، بين فريقي النادي العربي الرياضي ونادي السلمية الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي.